حكيم قرمان، رئيس الائتلاف المغربي للملكيه الفكريه، استاذ وباحث في العلوم السياسيه وعضو المكتب التنفيذي للجمعيه المغربيه للعلوم السياسيه. سعدت بالتواجد هذا المساء هذا الرواق البادخ ديال مركز المصاحبه القانونيه بدعوه من الاخوه القائمين على هذا المركز المحترم، واساسا من الصديق مصطفى جياف اللي تراس هذه الجلسه. وكان الموضوع ديال اللقاء حول حصيله وافاق منظومه الحقوق والحريات على ضوء دستور 2011. وطبعا الحديث حول منظومه الحقوق والحريات هو حديث على مرحله مهمه من تطور المجتمع المغربي، اولا في اطار المشروع الكبير اللي ترعاه جلاله الملك وهو بناء الدوله الاجتماعيه الديمقراطيه الحديثه، وايضا هو نقاش ذو رهينيه بالنظر لما يعرفه المجتمع من تحولات على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، الازمات المحيطه بنا اقليميا ودوليا، ارتفاع كلفه الحياه، يعني واحد العدد ديال الاختلالات في المجال الحزبي، في المجال النقابي، في المجال الحقوقي. ايضا بعض الافكار وبعض الاسئله المطروحه في المجتمع الان على مفهوم النموذج التنموي، مفهوم العداله الاجتماعيه، مفهوم العدالة الضريبية، مفهوم العدالة الأجرية، مفهوم التوزيع العادل للثروة، وهناك قضايا كبرى تدخل في هذا النطاق ديال تحديد أولا المنظومة ككل، شنو هما الحقوق والحريات المرعية بموجب الدستور المغربي المنصوص عليها في دستور 2011 في الباب الثاني، ثم هل أن هناك ضمانات دستورية أيضا وقانونية في المجال ديال التطبيق والإنفاذ ديال هذه الحقوق والحريات، ثم السؤال الثالث والأساسي ما مدى رضا المجتمع ورضا المواطن أو إحساسه بأنه يتمتع بتلك الحقوق والحريات التي أفردها له الدستور المغربي في بابه الثاني. وآخر فكرة كنظن هي الحديث على المستقبل، لأن احنا ماشي تنذكروا باش يعني فقط باش نسجلوا ما جاء به الدستور، بل تنتكلموا على الآفاق. الآفاق هو أن البلد ديالنا مطالب باش ما يبقاش وقف، باش هذه الفترة اللي وقع فيها هذا ما بعد كورونا وهذه الأزمة اللي كاينة وهذا التعثر اللي وقع على المستوى العدد من السياسات العمومية، المغرب تيخصو يوقف مزيان، تيخصو يواصل المسيرة اللي عطى الانطلاقة ديال جلالة الملك مع بداية تربعه على عرش إسلافه المنعمين اللي هي سميناها بالانتقال الديمقراطي. القوى السياسية والحزبية تيخصها تحمل مسؤوليتها وتيخصها تنوض وتفض الغبار على الأجهزة ديالها ودير الديمقراطية الداخلية وتعطي فرصة للشباب وتعطي فرصة لقيادات جديدة وتجيب عرض سياسي في المستوى. القوى النقابية أو القوى الاجتماعية الشركة تخصها تخرج من منطق الاحتجاج فقط من أجل الاحتجاج، ولكن من أجل تعاقدات مجتمعية حول الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للرجل والمرأة في هذا البلد. والقوى الحقوقية اللي من جملتها المركز المحترم اللي كنا معاه طبعا والمثقفين والباحثين عندهم دور، وسائل الاعلام، وانتم تبارك الله عليكم راكم كتقوموا بالعمل ديالكم، تيخص كل شيء يتجند لان المغرب وطننا جميعا، كما قال جلاله الملك في احدى خطاباته المغرب هو بيتنا المشترك. ولا بغينا نديروا شي حاجه كاملين ونفتخروا بها نعتنيوا بالبيت اولا، لانه هو اللي ساكنين فيه، هو اللي غنعيشوا فيه ويعيشوا فيه ولادنا. سعاد بطل، محاميه بهيئه الرباط وعضوه بالمكتب التنفيذي الجمعية الوطنية المحامين بالمغرب وعضوة في فيدرالية رابطة حقوق النساء. إذا اليوم كان حضورنا حول موضوع يعني دستور 2011 يعني والرهانات وكمكتسب، دوري كانت مداخلتي تتعلق بمدى ملائمة القوانين الوطنية للوثيقة الدستورية دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. نعلم جميعا أن يعني المغرب صادق على جملة من الاتفاقيات الدولية وجاء يعني بدستور نعتبره دستور الحقوق والحريات بامتياز ودستور 2011، لكن يعني ظلت إشكالية تطبيق أو تنزيل هذا الدستور. مع ذلك يبقى هو مرجعنا، مرجعنا إليه على أساس أن القوانين، مجموعة من القوانين الوطنية بات اليوم واضحا وجليا وضروريا إعادة النظر فيها. وأعطيت مثالا بقانون الجنائي لأنه لم يعد ملائما لمقتضيات الدستور،
كذلك تطرقنا إلى مدونة الأسرة كورش اليوم هو مفتوح من أجل إدخال مجموعة من الإصلاحات والتعديلات، ونحن نقول أنه ينبغي يعني مراجعة شاملة لمدونة الأسرة التي فيها فعلا ظهرت مجموعة من الثغرات القانونية التي يعني تناقض مقتضيات دستور 2011، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 19. ونعلم أن الدستور 2011 جاء في ديباجة سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، إضافة إلى مجموعة من القوانين. في هذه الورشة يعني لمسنا أن ينبغي الجميع، هو معني مواطنون، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، حكومات، لابد أن تكون هناك إرادة سياسية قوية من أجل تنزيل هذه المقتضيات دستور القانون دستور 2011 ومراجعة القوانين الوطنية بشكل تصبح ملائمة لدستور المملكة والاتفاقيات الدولية. ونحن نعلم أن المغرب يعني الحمد لله عرف ترسانة قانونية مهمة، مجموعة من التشريعات التي فيها ضمانات لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان بالمفهوم الكوني والشامل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.